أظن على في الوقت الحالي الذكاء الاصطناعي على مستوى الوطن العربي يعني ما زال يشتغل تحت التحكم وتحت السيطرة، ولكن الخشية من تطور أبحاث الذكاء الاصطناعي في العالم المتقدم. حاليا تجرى أبحاث على نماذج ذكية تضم المشاعر والأخلاق والأحاسيس، يعني بإمكان الروبوت أن يمتلك الأحاسيس والقدرة المفصلة على اتخاذ القرار وأحاسيس الحب والكراهية وكذا. هذا الجيل من الذكاء الاصطناعي هو اللي يشكل خطر على الأبحاث الجاية إذا تم فعلا إنتاج هذا النوع من الذكاء الاصطناعي. طبعا العالم كله حيكون تحت رحمة الذكاء الاصطناعي، وقد يقود إلى مساوئ ومشاكل نحط لها. الجانب الأخلاقي مهم جدا في استخدامات الذكاء الاصطناعي، ونحن نتذكر مثلا في تقنية الاستنساخ عندما خطط يعني مشت مشوار لباس بي في الاستنساخ حتى تم هو التحذير منها وإيقاف أبحاث الاستنساخ نظرا لتجاوز الأخلاقيات. نفس الشيء قد يواجه علم الذكاء الاصطناعي اللي هو الاستخدام السيء في التطوير، في تطوير أسلحة، في تطوير أدوية ضد البشرية، في خلق مثلا أمراض وكوارث طبيعية. هذه كلها محتملة في ظل التطور السريع للذكاء الاصطناعي، فيجب وضع أطر أخلاقية لاستخدام الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى نشر الوعي في كون هذا العلم هو علم مساعد للقدرة الإنسانية، علم صحيح خارق وسريع، ولكن بنفس الوقت هو دوره مساعد، لا يجب اللي هو التفرد به في استخدامه كعلم واحد ضد الإنسانية، لأن العقل البشري يخدم في إطار الإنسانية، لا يجب العكس أن العقل البشري يسخر ضد الإنسانية. فعند الآن الحمد لله يعني الأمور أظنها كويسة، ولكن يجب دائما الانتباه ووضع قوانين ولوائح تحدد عملية استخدام الذكاء الاصطناعي حتى في مؤسساتنا التعليمية، لأن هناك من ينسخ بحث أو ينسخ مثلا عمل مسبق أو يتبنى فكرة مسبقة وينسبها إلى نفسه، هذا ضد الذكاء الاصطناعي. الذكاء الاصطناعي طبعا يجب أن يوظف في مجاله الصحيح.